قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. ولا تنسى تسمع ملخص الاجزاء اللي فاتت من المسلسل ده، يروح يسمعه من القناه، ولينك الاجزاء القديمه هتلاقوه موجودين في اول تعليق وكمان في الوصف الموجود تحت الفيديو ده. وصدقني بقولها لك، لو ما سمعتش الاجزاء القديمه مش تفهم حاجه من اللي هنتكلم عنه النهارده. اخر حاجه احنا شفناها في الجزء اللي فات، وهي حاجات كتيره جدا بالمناسبه هنتكلم عنها في الفيديو ده، ولكن اهمها حاليا هو ان ميرا اخذت بران وهربت من عند الغراب سلسلين بعد ما احتلوا مكانه الوايت ووكرز. بيبدا الجزء الجديد وميرا بتحاول تهرب من الوايت ووكرز، وفي نفس الوقت بران من بعد موت الغراب سلسلين وهو شبه متغيب عن العالم وبيتفرج بس على زي شريط كده لكل حاجه حصلت في الحياه. ما انا قلت لك ان الغراب سلسلين بيقدر يشوف كل حاجه بتحصل او هتحصل او حصلت في اي حته في العالم. بس عامة صحي بران وهوب اول ما صحي الوايت ووكرز دخلوا عليهم، ولكن فجأة لينا واحد ملثم جه وقتل كل الوايت ووكرز دول واخد ميرا وبران وهرب من المكان ده خالص. بعد ما بعدوا الكل عن وايت ووكرز شفنا وش الراجل ده، وطلع انه بنجن ستارك عم بران واللي بيدور عليه كتير جدا جون طول المواسم اللي فاتت. هل بنجن لبران؟ انا لما سبت النايت ووتش زمان مع رجالتي فانا طلعت ادور على الوايت ووكرز لكنهم لقيوني، وواحد منهم غزني بسيفه وكنت خلاص هتحول لوايت ووكرز لغايه ما جم اطفال الغابه ووقفوا مفعول التحويل بسحرهم، ومن وقتها وانا في خدمه الغراب ثلاثي العين. وانت يا بران الغراب الجديد وانا وغيري كتير حاليا في خدمتك. عامة بعد ما خلص العام بنجن كلام اما اخدهم كلهم ونزلهم عند السور وقال لهم انا اخري هنا لاني لازم اساعد في تحضير الحرب الاخيره واللي هي قربت جدا بالمناسبه، وراح سابهم ومشى. بران لما سابوا العم بنجن حب يدخل تاني للعالم اللي بيشوف فيه المشاهد بتاعت كل الازمان قبل ما يعدي السور، عشان عاوز يكمل الذكرى بتاعت ابوه اللي منعه الغراب ثلاثي العين من انه يكملها لما كان عنده في الكهف قبل كده. طيب تعال نكمل. بعد ما قتل نيد الحراس التارجاريان اللي كانوا حابسين اخته، طلع لاخته لقيها ولدت طفل، ولكن للاسف هي خلاص بتموت بعد تعب كبير جدا في الولاده. ودعت ليانا نيد وامنته على ابنها وانه ما يقولش لحد ده ابن مين، لان لو تعرف ابن مين ممكن يتقتل. وبعدها ماتت. احب اقول لك يا صديقي ان الطفل ده يبقى هو جون سنو. بالعربي كده جون مش ابن نيد ستارك نهائيا، بل هو ابن ليانا. واللي المفروض انا قلت لك قبل كده ان على حد علمنا ان اختصابها زمان ريجر تارجاريان اخو دينيرس. بالعربي كده دينيرس تبقى عمة جون، وجون من عائلة التارجاريان مش ستارك. ولسه مش عارفين بران بعد ما عرف المعلومة دي هيعمل بيها ايه، لانها مصيبة. تعال نفصل بقى من الحروب شويه ونبص على سام الراجل الطيب الكباره ده. بعد ما ساب النايت ووتش زمان عمل ايه؟ سام حاليا كان راكب مركب مع جيلي وابنها ورايحين على اولد هوم، المدينه اللي قلت لك ان سام هيتعلم فيها الطب. الفكره هنا هي ان سام قال لجيلي فجاه انهم مش رايحين اولد هوم لانهم مش بيحبوا وجود الستات هناك زي النايت ووتش بالظبط، وبالتالي انا واخدك على هورن هيل مدينه ابويا عشان تعيش هناك في امان لغايه ما اتعلم وارجع لك. جيلي ما كانتش موافقه في الاول، بس بما ان الحياه ما ادتهاش فرص كتير قامت وافقت وكملت معاه. بس يا سيدي بعد فتره نزل سام من السفينه مع جيلي وطلعوا على مدينه عيله تارلي عيلته. سام كان مرتبك جدا وخايف جدا، فلما سالته جيلي ليه؟ اما لها انا اصلا دخلت النايت ووتش لان ابويا بيكرهني جدا وشايف اخويا ارجل مني، وبعتني النايت ووتش عشان ابقى راجل من وجهه نظره، وغير كده هو بيكره الهمج جدا فممكن تكون دي مشكله وما يرضاش يقعدك عنده. بس جيلي فضلت تواسي فيه لغايه ما وصلوا اخيرا المدينه. فلحظه دي استقبلت ام سام واخت سام سام وجيلي، واستقبلوهم على اساس ان جيلي تبقى مرات سام وابن جيلي يبقى ابن سام. فرحت جدا الام بيهم وطلعت خليتهم يرتاحوا، وبعدها راحوا يتعشوا مع ابو سام الغلس. ابو سام كان راجل حقير جدا جدا، فضل يتريق طول القعده على ان سام مش راجل وانه تخين جدا جدا وحاجات تانيه من الشكل ده حرفيا تخليك تشمئز من الوعاد معاه. جيلي في اللحظه اتعصبت جدا من اللي بيحصل في سام، فتعصبت على ابوه لغايه ما اتدخلت الام واخدت جيلي وسابت لجوزها الاكل اعتراضا على اللي بيعمله في سام. بعد الاكل راح سام لجيلي وقال لها انا اسف اني هسيبكم مع واحد زي ابويا، بس انتوا هنا هتكونوا في امان اكتر من معايا. فردت عليه جيلي وقالت له ما تخافش احنا هنكون تمام، وهفضل انا وابني طول العمر ما نحبش غيرك. فما قدرش سام يسيب جيلي بعد الكلام ده كله وقال لها يلا بقى طز في اي حد، انت هتيجي معايا انت وابنك الصغير لاولد هوم وطز في اي حد هناك. وقبل ما يطلع سام من المدينه سرق سيف ابوه اللي بيعزه جدا عشان يغيظه، وراح اخذ بعضه وهرب من المكان وراح على اولد هوم. بعد مدة أخيرا وصل سام لأولد هوم وراح للسيتاديل المكان اللي هيتعلم فيه الطب.
سمع ما دخل جوه السيتادل، قام على طول راح يشوف المكتبة الأسطورية بتاعت المكان لأنه سمع عنها كلام كتير غريب جدا. فلما شافها لقيها عظيمة جدا جدا جدا، مكتبة عملاقة فيها كل العلوم اللي يحبها قلبك. ومن هنا بدأت رحلة سامي الجديدة في تعلم الطب وغيره. وافتكر المعلومة دي كويس جدا لأننا هنحتاجها الموسم الجاي. تعال بقى صديقي أقولك على مفاجأة جميلة جدا فرحتني جدا جدا جدا، وهي سندر كليجين لسه عايش. طبعا لو انت فاكر فانت عارف ان سندر ثابت واريا زمان وهو متكسر وشبه ميت عشان يموت لوحده ببطء. الحقيقة صديقي ان الراجل اللي قدامك ده ليه سندر بعد ما مشيت اريا على طول ومعالجه وخلاه بالشكل اللي قدامك ده كويس جدا لانه كان حكي. ومن وقتها وسندر قرر يسيب حياته القديمة الزبالة ويبقى واحد جديد تاني خالص. وحاليا هو مع الراجل ده هنا بيبنوا معبد عادي جدا. وصراحة تقدر تقول كده ان بجد سندر كان مبسوط لانه بيعمل حاجة دينية وبيأكل وبيشرب وهو بيعمل كل حاجة حلوة وبس، وساب كل الحرام اللي كان بيعمله. خايت ما في مرة وهو بيأكل مع الكل جم مجموعة اشخاص وكانوا عاوزين يسرقوا منهم اي حاجة، بس الفكرة هنا انهم رجعوا في كلامهم ومشيوا لما لقيوا سندر وسطهم لان يعني شكله يخوف شوية. فعن عدى الموضوع عادي وكمل سندر شغل عادي النهاردة بس في مكان بعيد شوي. وفجأة سمع سندر صوت صريخ عند المعبد اللي بيبنوه فرجع بسرعة ليه المجموعة اللي كانت عاوزة تسرقهم من شوية جات وسرقت كل حاجة وقتلت كل الناس اللي هنا بما فيهم اللي أنقذ سندر زمان. سندر اتعصب جدا وراح اخد بلطة وفضل يتتبع اثرهم لغاية ما وصل لكم واحد فيهم وراح قتلهم يمين وشمال كلهم بالبلطة بتاعته. وفضل يدور على الباقي لغاية ما لقيهم فعلا، ولكن كان حد حاططهم على المشنة ولسه لم يتم شنقه. وليه؟ ان الناس اللي مسكنهم دول هم بريك دانداريان وستوريس وكل جماعة الاخوية، واللي اتمنى تكون فاكرهم اصلا، يعني اعتقد انك نسيتهم بس يعني اتمنى تكون فاكرهم، دول جماعة اسمها الاخوية. فاللحظة دي عرف سندر ان دول اصلا كانوا تبع الاخوية ومن فترة سابوهم وبقوا بيعملوا مشاكل في كل حتة، فقبض عليهم بريك وهيقتلهم حاليا. وبريك برضو عارف من سندر مشكلته ايه مع الناس دي فخلاه يساعده في تنفيذ الاعدام عليهم عشان يشفي شوية في غليله. فعن اتقتلوا كلهم وقعد سندر مع الاخوية ياكل ويشرب شوية. واثناء الكلام ده اقترح بريك على سندر انه ينضم لجماعتهم لانهم حاليا بيجهزوا نفسهم عشان يعرفوا يحاربوا الوايت ووكرز اللي الكل غافل عنهم وقريب هتدمرنا كلنا. سندر حس انهم فعلا بيعملوا حاجة ضرورية وحاجة فعلا العالم كله محتاجة، وحس كمان انه حاليا وحيد فانضم لهم. اما بقى في المملكة فاحنا من الجزء اللي فات شفنا ان سيرسي وجيمي طلبوا من اولينا جدة مارجري انها تجيب جيش عائلة تايريل على المملكة ويحرروا مارجري ولوريس بنفسهم قبل ما يتعمل فيهم زي ما اتعمل في سيرسي زمان. فعن يا سيدي الجيش بتاع تايريل دخل وطلع معاهم جيمي لانستر وراحوا لغاية المعبد واللي سبحان الله سبحان الله كانوا موقفين مارجري برا وهيعملوا فيها زي سيرسي، ولكن جيمي هددهم انهم لو عملوا كده هتحصل حرب كبيرة بين عائلة تايريل والمملكة كلها. فقال له الكاهن مفيش مشاكل، هي خلاص تم العفو عنها لانها ضمت لنا فرد جديد. وفجأة طلع من المعبد الملك تومين وهو مغسول عقليا حرفيا هو ومارجري، وطلع قدام الكل وقال من هنا ورايح اللي هيجي على الدين هيقف ضدي. طبعا بعد ما طلع الملك اتفضت الليلة ومشى جيش عائلة تايريل وكمان رجعت مارجري مع تومين على القصر، بس للاسف لسه لوريس اخوهم في الحبس. وبس يا سيدي بعد كل ده رجع تومين القصر وشال جيمي من الحراسه الملكيه بعد ما كان ناوي يثور ضد الكاهن الاكبر، ما انا قلت لك انه خلاص مغسول عقليا، وقال له بس انا مش هقتلك بل هبعتك تساعد وولدر فري بجيش كبير لان عنده مشكله. طب تعالى يا صديقي قبل ما نرجع تاني نشوف ايه مشكله وولدر فري النتن ده. وولدر فري من بعد ما قتل روب ستارك وكاتلين زمان وهو اخد مدينة عائلة كاتلين واللي هي قلتلك قبل كده ان اسمها ريفران، ولكن لو تفتكر من الجزء اللي فات قلتلك برضو ان سانسا بتقول ان بلاك فيش اللي هو عم كاتلين طرد من قلعة ريفران كل عائلة وولدر فري واخدها لنفسه من تاني. فولدر فري حاليا بيقول لأولاده يتصرفوا ويرجعوا ريفران من الراجل ده، وهو طلب المساعدة من عائلة اللانسترز وخلاص هم جايين في الطريق. وكمان عطاهم ورقة استفزاز حلوة جدا وهو اخو كاتلين القديم ادمير، واللي بالمناسبة كان برضو من ضمن الناس اللي ما تقتلتش وقت موت روب وكاتلين زمان. عامة اخدوا اولاد وولدر فري ادمير وراحوا عند مدينة ريفران وفضلوا واقفين بجيشهم قدام القلعة وفضلوا يقولوا لبلاك فيش سيب المكان وإلا هنقتل لك ادمير، بس برضو ما تهزتش شعرة من بلاك فيش لانه اصلا كان فاكر من زمان ان ادمير مات فمش فرق. اما في اللحظه دي بيوصل معسكر جيمي لانستر ومعاه برون وكمان مجموعه كبيره من جيش لانسترز بعد طبعا ما امرهم تومين انهم يجوا هنا ويساعدوا جيش وولدر فري.
مهم ان جيمي جه لقي ان عائله وولدر فري مش عارفه تعمل معسكر ولا تتفاوض ولا اي حاجه، فاخد منهم ادمير وحبسه عنده وبدا هو وبرون يوجهوا كل الجنود. الفكره هنا ان اثناء الوقت ده بتوصل بريان مع بودريك للمعسكر ده. طبعا هتقولي ايه اللي جاب بريان هنا، هي مش المفروض مع سانسا؟ هقولك يا صديقي ان سانسا هي اللي بعتتها بنفسها عشان تكلم بلاك فيش وتخليه يسيب ريفران ويجيب جيشه عشان يساعدها هي وجون في استرجاع وينترفيل. بس بما ان في حاليا حصار من جيمي وعائله وولدر فري على ريفران، فكان لازم تدخل بريان وتستاذن الاول، وفعلا جم الجنود لما شافوها وخدوها على جيمي. بريان قالت لجيمي انا عارف انكم هنا عشان في تحالف بينكم وبين عائله وولدر فري عشان قتلوا لكم زمان روب، ولكن انتوا مش لازم تقتلوا بلاك فيش. فاول ما سالها ليه قامت شرحت له كل حاجه، وكل حاجه هي عملتها من اخر مره شافته فيها. فعن وافق جيمي ان بريان تدخل تكلم بلاك فيش يمكن تقنعه يسيب القلعه ويهرب معاها من هنا مع جنوده من غير ما يبقى في دم. بريان لما دخلت بلاك فيش فضلت تحاول تقنع فيه وتقنع فيه انه يجي معاها سانسا. فلها بلاك فيش انا بحب سانسا، دي زي بنتي، ولكن هي عاوزاني اساعدها عشان انقذ وطنها، لكن ده وطني ومش هسيبه. وامساب بريان ومشى. فكرة ان الموضوع خد وقت طويل جدا وجه الليل، فعمل جيمي حركه خبيثه شويه. جيمي راح لادمير وقال له انت عارف البنت اللي انت اتجوزتها في اليوم اللي اتقتلوا فيه روب وكاتلين؟ البنت دي خلفت منك حاليا ولد وانت ما تعرفش، فعندك حل من اتنين، يا اما تدخلنا القلعه دي بكل امان، يا اما هرمي ابنك بالمنجنيق على ريفران وهقتلك وهروح اقتل برضه بلاك فيش. وقتها ادمير ما كانش يقدر يرفض، وقام اخد بعضه وراح لقلعه ريفران وقال لكل الجنود اللي هناك افتحوا لي انا الملك الشرعي لريفران ولازم تسمعوا الكلام. وقتها الجنود لما لقيوا ان ادمير موجود واللي هو المفروض الملك الشرعي للقلعه دي فعلا ما كانوش عارفين يقولوا لا. بلاك فيش في اللحظه دي كان عاوز يقتل اي حد يفتح لادمير الباب، بس لما لقيهم كتير قام بكل حزن سابهم ومشى. اما ادمير فدخل القلعه وامر بتسليم ريفران لجيش اللانسترز، وده اللي حصل. اما بلاك فيش فما بين البحيره لريفران خلى بريان وبودريك ياخدوا مركب ويهربوا على سانسا، اما هو فمرضيش يهرب معاهم وطلع يحارب رجاله جيمي لغايه ما للاسف مات هو كمان. جيمي في اللحظه دي كان واقف فوق القلعه بعد ما اخدها وهو زعلان على كل اللي عمله وخصوصا دعمه لعائله وولدر فري القذر. فاثناء الكلام ده شاف بريان وهي ماشيه فودعها من بعيد، وهي نفس الكلام، وده لاني قلت لك قبل كده انهم بيحبوا بعض. عامه بتخلص امور جيمي وبيرجع على المملكه. فالمملكة بقى الحال كان مازال زي الزفت لان الكاهن كان مازال بيتحكم في الكل. طبعا انا قلت لك قبل كده ان الكاهن بقى رسميا بيتحكم في كل حاجه، وده بعد ما خلى مارجري والملك تومين مغسولين العقل وتابعين لي. اهو في يوم بقى قال الكاهن الاكبر لمارجري ما تحاول تضمنا جدتك اولينا زي ما عملت مع تومين لانها واحده خطيره جدا ووجودها معانا هيكون افضل. فقالت له هحاول، ورجعت مارجري على طول على القصر وفضلت قاعده شويه تتكلم مع جدتها اولينا. بالمناسبه يعني مارجري بقت بتمشي معاها على طول واحده من الراهبات كنوع من انواع التجسس الاحتياط سميها زي ما تسميها. المهم ان مارجري قالت لجدتها اولينا انا عاوزاكي تسيبي المكان وترجعي قصر عيلتنا. فقالت لها اولينا بس اخوكي لسه ما طلعش وانا هنا عشان احاول احميكم. فقربت منها مارجري وادتها ورقه كده في الخباثه وقالت لها ارجوكي امشي من هنا افضل لك. في اللحظه دي بس وافقت اولينا وودعتها وسابت المكان وطلعت بره. وهو مبسط على الورقه عرفت منها ان مارجري ما بقتش مغسوله عقليا ولا حاجه، بل بتحاول تلعب على الكل عشان تعرف تطلع هي واخوها من المازق ده على خير وتخلص على كل عداها بالمره بما فيهم سيرسي. عامه بتاخد اورينا بعضها وبتروح تجهز حاجتها عشان تمشي. هنا بقى بتجيلها سيرسي وبتقول لها هتسيبي احفادك؟ فقالت لها انت اللي عملت كده من البدايه يا سيرسي، وانت اللي هتحملي نتيجه اخطائك لوحدك. وقامت سابتها ومشيت من المكان خالص. طبعا سيرسي اتعصبت جدا، واللي عصبها اكتر هو ان بعد شويه طلب الكاهن ان سيرسي تجيله عشان تفضل في المعبد عنده لغايه وقت المحاكمه. فنزلت سيرسي لرجاله الكاهن وخلت ذا ماونتن يخوفهم عشان يمشوا. واول ما مشوا قامت نزلت سيرسي مع كايبرن المساعد بتاعها وذا ماونتن لعند تومين عشان تومين هيقرر النهارده ايه اللي هيحصل في امه بعد ما اتفق مع الكاهن الاكبر. قال تومين امي هتتحاكم هي ولوريس تايريل بعد اسبوع من دلوقتي، كمان عشان تبقى المحاكمة عادلة أنا بأمر رسميا بإزالة قانون المحاكمة بالنزال، لأن القانون ده مش عادل، لأن الظالم ممكن عادي جدا يجيب محارب قوي يحارب بالنيابة عنه فيفوز ويفضل ظالم. وراح أخد بعضه ومشى. وسيرسي في الوقت ده حرفيا كانت تنفجر من كتر الغضب لأنها كانت بتعتمد على المحاكمة بالنزال لو أصروا إنهم يحاكموها. وللأسف كل ده ضاع منها دلوقتي، بس هل فاكر سيرسي هتسكت؟ بص يا سيدي، بيعدي على الوقت ده أسبوع بالظبط وبيجي يوم محاكمة لوريس وسيرسي. المعبد اتملى ناس كتير وجابوا هناك لوريس تايريل والعلم مارجري كانت موجودة هناك، بس الملك وسيرسي لسه مجوش.
مهم ان الكاهن الاكبر قعد مع باقي الكهنه وفي وسطهم لوريس وخلوه يعترف بذنوبه. فبعد ما اعترف اخيرا راح طلب لوريس انه يبقى واحد منهم ويخدم الدين، وهو طلب كده عشان يخلوه حر وكمان عشان ما يحكموش عليه باي حكم، لانه لو طلب الطلب ده بالمناسبه يعني بيعفوا عنه وبيفضل شغال مع الكهنه وبس. وفعلا ده اللي حصل، وحطوا على وش لوريس علامتهم وبكده خلصت محاكمه لوريس. دلوقتي بقى المفروض يجي وقت سيرسي. سيرسي يا صديقي كانت قاعده في قصرها وما كانتش ناويه تطلع، والغريب اكتر كان ان تومين اول ما حب يطلع من القصر ويروح المعبد امه بعتت له ذا ماونتن عشان يمنعه من الخروج، ودي فعلا كانت حاجه غريبه ومخيفه. بعد اللي حصل ده مارجن فضلت تقول للكائن احنا لازم نمشي من هنا حالا، عدم وجود سيرسي ولا الملك هنا معناه اننا كلنا في خطر، ولسه تاخد مارجن الكل ويطلعوا راح منع الكائن اي حد من الخروج، وبعد شويه من رجالته يجيبوا سيرسي والملك على هنا. الفكره بقى ان هم ماشيين الرجاله دول شاف واحد منهم طفل بيجري لمكان كده غريب، فراح وراه وفضل ماشي وماشي وماشي لغايه ما لقي نفسه دخل على انفاق بتودي على تحت المعبد، وغب الولد ده غزه وجري من غير ما يشوفه اصلا. الفكره هنا انه ملحقش يتوجع اصلا لانه بص قدامه لقي ان المكان اللي وقع فيه ده عباره عن مستودع نار جامحه، كميه كبيره جدا من النار الجامحه متخزنه في المكان ده وتحت المعبد بالاخص. وفجاه يبص الراجل ده قدامه ليه ان الولد الصغير كان حاطط شمعه وخلاص خلصت. وقتها بوم حصل انفجار عظيم وكبير جدا في المعبد، دمر المعبد باللي فيه وكل حاجه حواليه. وسيرسي بتتفرج من بعيد، واكيد مش محتاجه اقول لك ان هي اللي عملت كده. توم من الناحيه التانيه كان شايف كل ده ومصدوم ان الكائن مات ومراته ماتت وناس كتير مالهاش ذنب ماتت وهو الملك معرفش يعمل حاجه. راح اخد بعضه ونط من فوق وانتحر ومات. سيرسي ما دمرتش بس المعبد يا صديقي، بل كمان خلت قايبرن مساعدها يقتل الحكيم بايسل لانه بدون تفاصيل كتيره يعني كان من اعدائها. وكمان سيرسي قتلت كل اللي في المعبد ما عدا الراهبه اللي كانت بتعذبها لما كانت مسجونه زمان. جابتها سيرسي وفضلت تعذب فيها شويه وبعدها ادتها لذا ماونتن وخلته يخلص عليها. بعد اللي حصل ده عرفت سيرسي بموت ابنها فزعلت شويه عليه وبعدها سابته يدفن ومشيت. على الناحية التانية فاحنا فاكرين من الجزء اللي فات ان اريا كلفها جاكن بمهمة قتل ممثلة مسرحية بعد ما بقت اريا كوف الكده، لكننا لقينا ان اريا مش عاوزة تقتلها وخايفة جدا في نفس الوقت من رد جاكن. اريا يا سيدي لما لقيت انها مرتبكة شوية قامت اخدت بعضها وراحت تاني للمسرح واتفرجت شوية على المسرحيات بتاعت الست دي، وعرفت منها انها غلبانة جدا برضو اكتر واكتر، ولكن لاحظت ان في واحدة مش حباها نهائيا وعاوزة تخلص منها ودايما بتبص لها بغيظ من بعيد، بس ما اهتمتش قوي وترسمت وسط المسرحية ودخلت حطت لها السم في ازازة مشروباتها ومشيت وفضلت باصة على كل حاجة من بعيد لغاية ما حست بالذنب. قامت جات للست دي تاني قبل ما تشرب من المشروب وقعت لها الكوباية بتاعتها وقالت لها خلي بالك من الست دي عشان عاوزاك تموت، وقامت سابتها ومشيت. اريا لما عملت كده عرفت انها غلطت غلطه كبيره جدا، اولا ما نفذتش الاوامر، ثانيا فتلت على اسم الشخص اللي طلب قتل الممثله دي من جاكن، والعلم يعني نقدر نستنتج من الكلام ده كله ان جاكن ومساعديه بيقتلوا الناس بالفلوس مش بيحموا الضعيف مثلا ولا حاجه زي ما احنا كنا فاكرين. اريا بعد اللي حصل ده راحت طلعت سيفها وراحت استخبت في مكان محدش يعرف مكانها فيه، وبعد ما حست ان الدنيا تمام قامت اخذت بعضها وراحت لبحار وعطت له فلوس كتير. اتفقت معاه ان ياخدها على ويستروس بعد يوم من دلوقتي، قامت اخدت بعضها ومشيت من عنده. ولسه عينها تبدا تتامل في الطبيعه قامت جات لها مساعده جاكن وغزتها كذا مره عشان تقتلها. وقتها اريا راحت رمت نفسها من فوق الكوبري اللي كانوا عليه للميه وفضلت تحاول تهرب وهي حرفيا بتحتضر بسبب الاصابات الكتيره دي، لغايه ما راحت عند الممثله اللي كانت مكلفه بقتلها قبل كده عشان تساعدها وترد لها الجميل. وفعلا الممثلة دي اخدت اريا على بيتها وكمان عالجتها واكلتها وشربتها وخلتها زي الفل. في اليوم ده اريا بعد تعب كبير نامت عند الست الغلبانة دي، وتاني يوم وهي لسه نايمة قامت جات مساعدة جاكن وقتلت الست الممثلة. طبعا اريا صحيت على الصوت فطلعت لقيت الممثلة للأسف ماتت، ولقيت كمان المساعدة قدام اريا. قامت اخدت بعضها اريا وهربت من البيت وفضلت تجري من هنا لهنا ومن هناك لهنا وجروحها اتفتحت خالص بسبب النط والجري الكتير، لغايه ما قدرت ترجع اريا للمكان اللي بتستخبى فيه، فدخلت وراها المساعده وقفلت الباب. قامت طفت اريا النور اللي في المكان واستعادت كل قوتها وسبحان الله عرفت تقتل البنت دي. بعد ما اريا قتلت البنت دي حطت وشها في المعبد عند جاكن وراحت له قالت له انا اريا ستارك وانا همشي من هنا ومش هتفكر تيجي ورايا. فقال لها جاكن خلاص كل حاجه خلصت ومحدش هيجي وراكي. فسابته اريا بكل غرابه ومشيت.
في الوقت ده وعلى الناحية التانية وولدر فري الزفر كان قاعد بياكل ولا همه اي حاجة، وفجأة جابت له الخدامة اكل عشان ياكل، فقال لها ندمي على اولادي عشان عاوزه، فقالت له الخدامة ما هم قدامك اهو، وراحت شاورت له على الاكل اللي قدامه، فلقي وولدر ان عياله حرفيا متقطعين في الاكل، وفجأة قلعت الخدامة دي القناع وطلعت اريا ستارك، وعلى طول بدون مقدمات قامت دافعه وولدر فري بعد ما خلته بياكل اولاده من غير ما يحس. وبكده اريا قدرت اخيرا تنتقم، ولسه الانتقام هيكمل. فاكر يا صديقي انا قلت لك الفيديو اللي فات ان دينيريس اخذت تنينها وعشيره الدسوراكي ورجعت على ميرين، وفي ميرين قلت لك ان تيرين اقنع الاسياد انهم يهدوا وفعلا كل حاجه كانت تمام واستقر الوضع. اهو النهارده بما ان الوضع مستقر قرر فارس يسيب ميرين لسبب ضروري هنعرفه بعد شويه، فودع فارس تيرين وسابه ومشى. اما تيرين فطلع فضل يحكي مع ميساندي وجري وورم وهو فرحان جدا ان اخيرا في امان واستقرار في المكان، بس هوب لقيوا الكل ضرب جاي عليهم من كل حته، فبصوا الكل بره لقيوا ان كل الاسياد اللي عمل تيرين تحالف معاهم جم بسفن كتير وعملاقه عشان يدمروا ميرين على اللي فيها. في وقت ميرين كانت خلاص بتتحرق، فقال جري وورم لتيرين احنا المكان الوحيد اللي نقدر نحميه هو الهرم اللي احنا فيه ده، فاحنا هنعمل كده لغايه ما يجوا يهجموا علينا فنقتلهم. بس فجأة المكان اتهز وبصوا الكل بره لقيوا دينيريس اخيرا وصلت مع تنينها وجيشها العملاق. دينيريس لما وصلت كانت متعصبة جدا لانها بصت من فوق لقيت حرفيا مدينتها بتبلع والناس بتموت، فدخلت تاني تيرين وقالت له انا هنزل دلوقتي حالا واخلص عليهم كلهم. فقال لها تيرين، وركز في اللي قاله تيرين ده بالظبط، قال لها تيرين ما تبقيش مجنونة زي ابوكي، المات كينج ابوكي لما كان حاكم الممالك السبعة وكنا هنطلعه منها عرفت من اخويا جيمي انه كان حاطط اكوام من النار الجامحة تحت اغلب المدينة، وبالتالي كان عاوز يولع في المدينة كلها بس ملحقش. وده طبعا يا صديقي فسر وجود النار الجامحة تحت المعبد واللي استخدمتها سيرسي وفجرت به المكان. مهم كمل تيرين ولا انت لازم تبقي زيه وتحاولي مرة واثنين وثلاثة مع الاسياد يمكن ينصعوا ليكي. فعلا دينيريس اخد التيرين وراحوا للاسياد وفضلوا يحاولوا يقنعوهم يستسلموا، بس اللي حصل هو ان الاسياد الاغبياء كانوا فاكرين ان دينيريس جايه هنا عشان تستسلم هي، قامت على طول دينيريس استدعت كل تنانينها فجالها دروجون تنين عملاق وراحت اخدته وراحت على السفن بتاعت الاسياد ووراها كمان التنين الصغيرين بتوعها ومسكت السفن وفضلت تولع فيها كلها حته حته لغايه ما دمرتهم عن بكره. وعلى الناحيه التانيه جري وورم راح قتل اتنين من التلات اسياد وخلى واحد منهم بس عشان يروح يحكي للباقي على اللي عملته دينيريس فيخليهم يفضلوا طول عمرهم ساكتين وبيسمعوا كلامها وبس. وصح اولاد اربي كانوا برضو طلعوا في وسط الزيطه دي وفضلوا يقتلوا في اهل المدينه، فبعتت لهم دينيريس جيش الدسوراكي خلص عليهم هم كمان. وبكده عزيزي دينيريس خلصت حرفيا على كل حاجه كانت في وشها وبقت مرتاحه نفسيا. وفي يوم جم سيون جري جوي ويارا اخته لدينيريس. ليه؟ يارا وسيون جابوا لدينيريس 100 سفينة سرقوها من الجزيرة الحديدية قبل ما يهربوا منها الجزء اللي فات وعطوها حاليا لدينيريس، وقالوا لها احنا عاوزين نبقى معاكي ونساعدك في الحصول على ممالك السبعة في المقابل ترجعينا الجزيرة الحديدية بتاعتنا. فوصلت دينيريس على تيرين فلما حلاها كده ان التحالف ده مناسب جدا فوافقت على طول. وبمناسبة التحالفات صح ما سألتش نفسك هو فارس راح فين وساب تيرين؟ عشان نعرف الإجابة دي فاحنا محتاجين نروح مدينة دورن، لأن هناك الملكة الجديدة بتاعت دورن ألاريا استدعت الجدة أولينا بعد موت مارجري ولوريس وكل الناس دي. ألاريا لما استدعت أولينا كانت عاوزاها تتحالف معاها عشان يخلصوا على سيرسي وعائلتها كلها لأنهم رسميا أعلنوا الحرب عليهم، فلسه أولينا هتقول لها طب وده هنعمله إزاي؟ قام دخل عليهم فارس واتفق معاهم يتحالفوا مع دينيريس، وهنشوف التحالف ده هيمشي إزاي وإيه توابعه في الموسم الجاي. فاكر بقى جون هو واخته سانسا من الجزء اللي فات؟ الجزء اللي فات قلت لك انهم طلعوا كلهم مع ديفوس وميليساندرا وتورمنت عشان يبداوا يلموا تحالفات ويرجعوا وينترفيل من الخنزير ريمزي. ومن وقتها وهم بيعملوا كده واول مكان راحوا يعملوا فيه تحالفات هي القرى اللي الهمج عايشين فيها حاليا. وحقيقة يعني الهمج ما كانوش عاوزين يروحوا يحاربوا مع جون لانهم اصلا قلوا جدا جدا، وبالتالي اي حرب صغيرة ممكن تخليهم ينقرضوا. لكن تورمنت قال لهم جون اتقتل من نايت ووتش عشان ساعدنا قبل كده، فلازم دلوقتي احنا كمان نرد له جميل. بس يا سيدي وافقوا الهمج يساعدوا جون، فاخد جون بعضه وبدا يلف على كل عائله شويه عشان ياخد منهم شويه جنود، وللاسف في الغالب كانت العائلات كلها بترفض تديهم اي حاجه عشان مش عاوزين يدخلوا في اي مشاكل، بس ده برضه ما يمنعش ان في عائلات تانيه ادتهم جنود، فاخد جون الهمج والجنود دي وعسكر بيهم في نفس المكان اللي عسكر فيه زمان ستانيس عند وينترفيل. سانسا في الوقت ده قالت لجون بس برضه رغم كل اللي عملناه ده الا اننا لسه صغيرين جدا جدا في العدد،
معرفش جوني يرد عليها يقول لها ايه وسابها ومشى. لكن سانسا ما استسلمتش، بل بعتت رسالة للورد بايليش وقالت له فيها ابعت الجيش اللي انت قلت لي انه جاهز يساعدني. بعد ما بعتت سانسا الرسالة دي راحت قعدت مع اخوها وكل رجالته تورموند وديفوس وغيرهم وفضلوا يفكروا مع بعض. جون فضل يحط قدامهم في خطط عسكرية كتير جدا عشان يحاول معاهم يكسب المعركة دي بأقل خسائر ممكنة لغاية ما اتفقوا وكل واحد راح ينام استعدادا لحرب بكرة. بس يا سيدي تاني يوم كانت الحرب. جيش رمزي كان واقف قصاد جيش جون وكان باين جدا ان جيش رمزي ضعف عدد جون، بس اللي غير اللعبة فجأة هو ان رمزي طلع من وسط جيشه وهو رابط ريكون اخو جون الصغير. جون كان فاكر ان رمزي هيقتل ريكون قدامهم، لكن لا، ده بني ادم مختل عقليا. الرمزي ريكون حاول توصل لاخوك جون جاري قبل ما اضربك بسهم وقتلك، فعلى طول بدأ يجري ريكون وجون ركب حصان وحاول ان يوصل له بسرعة. ومن الناحية التانية رمزي عمال يرمي عليه اسهم لغاية ما خلاص جون كان يوصل له، بس السهم كان اسرع ورشى في قلب ريكون فمات وهو جنب جون. جون لما ليه ان اخوه مات اما اخد بعضه وفضل يجري بحصان عشان يقتل رمزي، ومن وراء الجيش بتاع جون بدأ يتحرك عليه. اما رمزي ففضل يرمي اسهم على جون لغاية ما وقع من على حصانه، وقتها بعت له باقي الفرسان. في اللحظة دي جون كان خلاص فاكر انه هيموت، بس هوب جم جيشه من ورا ودافعوا عنه. الحرب دي يا صديقي كانت عنيفة جدا، الضرب كان شغال يمين وشمال زي الرز بين كل الفرسان. والفكرة اللي بهدلت الموضوع اكتر واكتر هي ان رمزي العبيط فضل يرمي على الجيوش اسهم عشان يقتلهم اسرع واسرع. وانا لما بقول جيوش فانا قصدي فعلا جيوش، لانه بيرمي الاسهم على جيشه وجيش جون بدون حساب. فحرفيا يا صديقي الجثث من كتر ما كترت بقت اكوان فوق بعض، والناس بقت بتدوس على بعض وكلهم بيموتوا في لحظات. وجون في وسط كل ده كانت كمية الدم اللي قدامه مخلياه مغيب عن الوعي، بيضرب بسيفه من غير ما يحس. ويمزي طبعا كل ده وهو بيتفرج من بعيد مش بيحارب، وشايل معاه مجموعة تانية من الجنود ومستني ان جون يبقى كل جيشه جنبه. واول ما ده حصل انبعت له كمية كبيرة من الجنود دي مع دروع عملوا حوالين جيش جون دايرة وفضلوا يضربوا فيهم بالرماح. في اللحظة دي فعلا جيش جون بدأ يقع زي الرز وهم مش عارفين يضربوا في حد، بل كانوا محطوطين في دايرة طالع منها رماح عمالة تقتلهم. فضلوا يقربوا على بعض ويجروا في كل حتة لغاية ما جزء منهم قتل نفسه عن طريق انهم داسوا على بعض، وللأسف منهم جون اللي وقع تحت كومة الجثث دي وفضلت الجثث تتكوم عليه اكتر واكتر واكتر لغاية ما خلاص كان هيموت. بس الحمد لله طلع منها ولسه هيحس انه خسر، لقي سانسا من بعيد جات مع لورد بايليش ومعهم 3000 فارس من فرسان الوادي، فرسان ابن خالد سانسا. الفرسان دول اول ما جم خلصوا في لحظات على كل رجالة رمزي وشالوهم من على الارض شيل. رمزي لقي نفسه خسر فرجع على وينترفيل وقفل بابها عليه وحط كام راجل بقاسهم على الاسوار. رمزي كان فاكر انه هيعرف يصمد جوه اسوار وينترفيل لغاية ما فجأة جه العملاق واللي واحد من جيش جون بالمناسبة وكسر الباب ودخل مع جون وباقي الجيش وعلى طول خلصوا على كل رجالة رمزي. العملاق لما دخل للأسف كان اتضرب بأسهم كتيرة جدا، ولسه هيودع جون قبل ما يموت قام ضربوا رمزي بسهم في عينه وخلص عليه خالص. جون اتعصب جدا من الزبالة ده، مسكه وفضل يضرب فيه ويضرب فيه ويضرب فيه وكان عاوز يخلص عليه، بس شاف جون سانسا قدامه فمرضيش يخلص عليه قدامها، بل حطه جنب كلاب الصيد بتاعته. قامت سانسا عملت ايه بقى؟ قامت فتحة ببان الكلاب دي وخلتهم ينهاشوا في رمزي حتة حتة لغاية ما رمزي تعيش انت. وبكده رسميا وينترفيل رجعت تاني لعائلة ستارك. بعد اللي حصل ده فضلت سانسا قاعدة برة تتأمل في المكان، فجأة لها بايليش وفضل يسم في ودنها كتير جدا بحاجات كتير، اهمها انه قال لها انت اللي المفروض تبقي ملكة وينترفيل مش جون. وعلى فكرة اوعى تكون فاكر ان بايليش ساعد سانسا كده لله وللوطن، بالعكس اكيد ليه مصلحة هنعرفها بعدين. عامة اخدت سانسا بعضها ورجعت تاني لجون، لان كل قادة عائلات الشمال اتلموا عندهم النهاردة في وينترفيل وعاملين اجتماع مع جون. كل القادة كانوا زعلانين جدا انهم ردوا جون قبل كده لما طلب منهم يساعدوه في محاربة رمزي، وكمان كانوا شايفين ان جون بعد الحرب دي فهو يستحق احترامهم، قاموا عينوه كلهم ملك الشمال كلها، يعني الملك بتاعهم كلهم بالعربي كده. وبكده يا صديقي جون جاهز يبدا يجهز للحرب الاخيره، حرب الوايت ووكرز. وفي نفس الوقت ده سيرسي في المملكه عينت نفسها ملكه الممالك السبعه كلها غصب عن عين الكل. وجيمي من الناحيه التانيه كان لسه واصل وشافها وهي بتعمل كده وكان خايف جدا منها بعد كل اللي هي عملته ده. بس ما تخافش قوي يا صديقي، لان خلاص دينيريس سابت داريو نهارس في مدينه ميرن مع رجالته عشان يحموها، وهي اخذت كل جيوشها واسطولها وتنانينها وراحت على الممالك السبعه، والمره دي بجد.
وبيخلص الموسم السادس، أشوفك في الموسم الجاي وبس كده، سلام.